الدكتور محمود، هل صراع النفوذ يعود إلى البحر الأحمر من بابه العريض؟ أول شيء سلام أوقاتك مدام شانتال والأخوة المشاهدين وضيفك الكريم طبعا من واشنطن. بالفعل نحن نعيش مرحلة انتقالية من عالم متعدد الأقطاب، من عالم قطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب. لذلك نرى كل هذه التخبطات في المرحلة الانتقالية، لأن الآن بدأت فعليا الدول تخرج عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني من كان يتصور أن الحوثيون سيهاجمون بواخر عسكرية أمريكية في البحر الأحمر؟ هذا كان شيء من مبدأ الخرافات في من سنة أو سنتين. الآن العالم بدأ يتغير، بدأت الدول تأخذ مصالحها السياسية الاقتصادية وكل شيء وتخرج عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الآن كل الدول تريد أن تؤمن مصالحها الاقتصادية بنفسها بعدم الاتجاه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو طلب مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دائما كانت تؤسس التحالفات بحرب على الإرهاب وحرب على الأسلحة الدمار الشامل وما هو عليه. يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية هو شرطي العالم الوحيد. الآن انتهى هذا العصر، نحن في عصر عالم متعدد الأقطاب. كل الدول الآن تبدأ في بالاتجاه إلى مصالحها. لذلك نرى الآن هناك بعض التخيرات، بعض التخبطات في منطقة من هناك. هناك دول تعود ودول تتقدم ودول تعود نفوذها في البحر الأحمر. على سبيل المثال يعني أوروبا خسرت في البحر الأحمر حوالي 3% من التبادل التجاري، بينما من كسب هذا التبادل التجاري؟ الصين. يعني الصين زادت تبادلها التجاري، يعني صراع على حساب ممرات الملاحة يا دكتور محمود الأفندي. طبعا هذا الصراع، يعني الدول يعني كانت من هي تحمي ممرات الملاحة؟ كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحمي كل، هي شرط العالم الوحيد. الآن خرجت هذه الأمور، يعني بدأت التغيرات الجيوسياسية تظهر. كل الدول الآن بدأت تتنافس، وكل الدول عن طريق استخدام أساليب إما عسكرية أو غير عسكرية للوصول إلى هذا النفوذ. نعلم جيدا الحوثيين هم أجنحة إيران، إيران لها مصلحة مع الصين، لذلك التبادل التجاري ذهب إلى الصين. هذا شيء طبيعي. الحجة موجودة، هي العدوان الإسرائيلي على غزة. هذا نوع من أنواع المراحل الجديدة في العالم الجديد اللي سنعيشه قريبا. يعني الآن بدأت قد تبلوى الموضوع دكتور محمود في جلسة مجلس الأمن الأخيرة التي طالبت الحوثيين بالتراجع عن هذه الهجمات، فقد امتنعت الصين وروسيا عن التصويت على هذا القرار. بطبيعة الحال سأعود إلى هذه النقطة لأنه تؤكد مرة جديدة أن أمن المنطقة بات حقيقة في خطر. عدد من العواجل اللي نتابعها نقلا عن الول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر غربية بحسب ما تقول الصحيفة، أنه يتم الحديث عن رد مشترك أو يتم البحث عن رد مشترك مع الحلفاء لربما الرد على هجمات الحوثيين الأخيرة. هنا بدي أسأل دكتور محمود الأفندي، إلى أي مدى تتجه هذه المنطقة إلى تصعيد خطير؟ لأنه على ما يبدو في هذه الأثناء يتم التحضير لرد مشترك. طبعا يعني شيء طبيعي أن يكون هناك تغيرات. الأمر الواقعي أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وهيمنتها على هذه المنطقة وزرع ما يسمى دعم إسرائيل غير المحدود، واعتبرت إسرائيل هي الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة الأمريكية، أدى إلى كل ما نراه الآن. يعني أنا أذكر قبل الحرب على غزة بحوالي أسبوع كان هناك لقاء صحفي لجاك سوليفان عندما قال بسياستنا الحكيمة أصبح الشرق الأوسط آمنا. أين هذا الأمان؟ رأينا أن هذا الأمان كان فقط كان خلبي وليس واقعي. لذلك عدم وجود السلام في منطقة الشرق الأوسط، عدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية التاريخية أدى إلى كل هذه الانفجارات. هذا شيء طبيعي. يعني القضية الفلسطينية هي قنبلة موقوتة مزروعة في الشرق الأوسط. الآن القنبلة انفجرت، الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع ولن تستطيع أن توقف هذه التغيرات الآن بعد الحرب. لا تستطيع أن توقف الإسرائيليين،
لا تستطيع الآن أن تقف مع الشعب الفلسطيني، لا تستطيع أن تقوم بدولتين. يعني لو كان هناك دولتين أو نية الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون كما يقول سمعت المؤتمر الصحفي أن تدعم القرار الدولتين، فليسحب قرار الولايات المتحدة تفضل وتسحب قرارها من نقل السفارة إلى القدس السفارة الأمريكية، أو عدم الاعتراف بالجولان، أن اعترفت الجولان كأراضي إسرائيلية وأراضي محتلة من الجمهورية العربية السورية. لذلك سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وجود إسرائيل للهيمنة على الشرق الأوسط هذه انتهت تقريبا. الآن وصلنا إلى مرحلة جذرية تغييرية في هذه المنطقة. الآن سنرى. طب هل يكون يعني لروسيا دور في هذه التطورات دكتور محمود الأفندي إذا ما اعتبرنا أنه سيكون هناك تصعيد في هذه المنطقة؟ الكل يعلم أنه أيضا روسيا تعود إلى هذه المنطقة بشكل كبير، هي تخطط لبناء قاعدة بحرية، نقاط لوجستية في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي هل سيكون لها أي دور مرتقب في عملية التصعيد هذا؟ طبعا يعني انا خلينا نكون واقعيين، عمليه التحالف او وجود التحالف الامريكي في البحر الاحمر هو تحالف فاشل، ولا دوله توافق معها غير بريطانيا، يعني حتى فرنسا لم تشترك في هذا التحالف. لذلك دعنا نقول هناك حلف انجلو ساكسوني يعني بريطاني امريكي في البحر الاحمر، وليس تحالف كما يقولون دول 20 دوله كما يقولون، هناك فقط دولتين. هذا اول شيء. طبعا لروسيا دور، لان نعلم جيدا ان روسيا استطاعت عن طريق مجموعه البريكس ان تضم كل الدول الفاعله. يعني الان منذ هذا العام من في مجموعه البريكس؟ ايران، السعودية، الإمارات، جمهورية مصر العربية، إثيوبيا. هذه الدول هي دول مهمة في المنطقة، لذلك يمكن عن طريق الحوار وإيجاد صيغة كاملة في مجموعة البريكس يمكن أن نخرج لصيغة معينة تخف التصعيد وتعطي معادلة سلام بغض يعني تختلف 180 درجة عن المعادلة التي أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية. وبات أمن المنطقة ضحية للتنافس الأمريكي الصيني الروسي اليوم، ما صحيح. رأيك في صحيح. ذلك دكتور محمود الأفندي، وما الذي ننتظره في القريب العاجل؟ بس ده حاول عقب على كلام الضيف الكريم الولايات المتحدة الأمريكية، يعني قال أنه هو بحاجة إلى وقت لتأسيس التحالف. أذكر الضيف الكريم أن التحالف ضد داعش الولايات المتحدة الأمريكية أنشأته خلال يومين فقط، فلماذا كل هذا الوقت؟ من الواضح أن إسبانيا كانت حتى لا تعلم أنها هي في التحالف، فهي يعني تفاجأت أن اسمها في التحالف. فرنسا قالت على العلن نحن سنحمي فقط مصالحنا ولن نشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في حرب على الحوثيين. لا، والسيشيل أيضا هي عبارة فقط، يعني ليس لديها أي سفينة عسكرية سيشيل لذكر اسمها حتى الآن، والضيف الكريم ذكر ذلك أيضا. لذلك يعني أنا أقول هذا الوقت، الوقت تغير الآن، العالم لا يستمع إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا يثق في هذه الدولة، لأنه كل سياساتها فشلت وأدت إلى تخبطات ومعارك هنا وهناك. طب إن لم تكن الولايات المتحدة دكتور محمود هي التي تضمن أمن الملاحة عبر البحر الأحمر، من الذي يضمن؟ يجب، نحن في مرحلة، ماذا قلت في بداية اللقاء، نحن في مرحلة انتقالية، نحن بحاجة إلى مؤسسات، إلى قانون دولي جديد، إلى مؤسسات دولية جديدة. يعني كل المؤسسات الموجودة التي وجدت بعد الحرب العالمية الثانية فشلت، بعد انتهاء الحرب الباردة لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت في فترة يعني قليلة جدا أن تسيطر على كل هذه المؤسسات، فأصبح القانون الدولي هو يعني نص بدستور الولايات المتحدة الأمريكية. نحن بحاجة إلى وقت في مرحلة انتقالية لإيجاد صيغ ومؤسسات دولية وتحالفات عسكرية وسياسية واقتصادية في عالم جديد لنستطيع أن نتفادى ما يحصل كما حصل الآن. لذلك عدم وجود صيغ وعدم وجود يعني توافقات وعدم وجود حتى صيغة لأي قانون، هذا يؤدي فينا هذا ما يؤدي إليه الآن. لذلك روسيا والصين دائما تقول أن الآن نحن في مرحلة قريبة جدا لتحالفات جديدة.